السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم قناة يوميات ام ساجدة. فين احنا كده وفين جولتنا؟ بصوا حلويات الاطفال دي كده. الاول احنا الاول طبعا في حوض اسكندرية في العجمي، في هايبر العجمي ستار الدور الاول. بصوا كده من هنا كده السلم، اوريكم المحل فين بالظبط. بصوا السلم كده هنا، اول ما ندخل كده ناحية اليمين ناحية الشمال، ندخل شمال وادي كده المحل وينجز. عجبني في المحل الماتيريال بتاعهم عالي جدا، اسعارهم معقولة قوي بالنسبة للماتيريال بتاعهم، زائد كمان ان المحل عنده من اول لبس المواليد لغاية سن المحير، سواء كان بناتي او شبابي او ليه. نبتدي كده ندخل مع بعض ونشوف. بسم الله، عايزين حاجة مميزة قوي كده اطفال بماتيريال عالي جدا، يبقى اتفرجوا على الفيديو ده. تيجي كده بسم الله كده كله ده مقاس محير. بص برضو جمال ده كده، انا عايزة ابعد شوية عشان ايه يبانوا. بص قد ايه عامل كام ده؟ 550 برضو نفس تلات قطع. بصوا ده برضو كده، عايزه اجيب كده عشان يبان. بصوا قد ايه ده مقاس كبير، ده عامل كام ده برضو؟ 590. ده بيبقى قطعتين تريكو وفستان، وعلى اللي هو الجاكيت ده كده الكحلي ده، والطاقيه والقلوم. يعني ده كده ده خمس قطع برضو؟ اربع قطع. ايه بقى وايه بقى؟ يعني الفستان ذات نفسه والبلو بتاعه، والطاقيه والمعصم بتاع الرجل ده، يعني ده ليه بلورو برضه. بص تفاصيله كده، بصوا كده عشان ما يبقاش برضه ظلمنا الموديل. الطاقيه والمعصم بتاع الرجل بيبقى نفس اللون طبعا. التريكو اللي نازل ترند في ايه؟ الشتا ده. طيب بصوا برضه حاجه زي كده، بيتهيألي برضو نفس الحاجات اللي موجودة فيه برضو، وليه الطاقية برضو بتاعته. عامل كام؟ نفس سعره برضو؟ ده 550. 550 برضو. بص الألوان المتاحة منه، فستان قطعة واحدة مش قطعتين. احنا كده ابتدينا بالمحير برضو، فيه برضو حاجات اللي هي التريكو اللي فوق دي كده، دي قطعتين كوفية بس صح؟ كوفية وطاقية والمعصم، يعني ليها طاقية وليها معصم. دي عاملة برضو كام؟ 480. ليها برضو ألوانها، بس برضو في حاجة رياء جدا كده كده. ده عاملة كام دي؟ دي عاملة 320. 320 كده برضو. ابتدينا كده بالمقاس المحير. بصوا جمال بقى دوري ادي كده، ده عامل كام ده؟ ده عامل 365، ويبقى مبطن فرو من جوه. مبطن من جوه، هو جلد. بصوا كده تفاصيله. طبعا الاسعار اللي بنسمعها دي معقوله جدا على الشتوي الغالي جدا اللي نازل السنه دي. اللي هو المقاس الكبير ده، اللي هو المقاس المحيره يعني. مع في منه المقاس لغاية 16 سنة من الموديل ده. نفس السعر ولا طبعا اعلى؟ لا هو الموديل سعره واحد، يعني سعره واحد. يعني مهما المقاس طلع برضه هو الموديل سعره واحد. قلت لنا سعره كام بقى؟ 365. جميل جدا بصراحة. طب نشوف ايه تاني، في حاجات برضه كده للمحير. انا ابتديت بالمحير. بص كده طقم كامل بقى، محير برضه طقم كامل. بنطلون بتاعه جلد، بنطلون. بص البنطلون بتاعه جلد. بصوا ده كده البلطو بتاعه برضه، نص جلد ونص قطيفة. البلطو بصراحة تفاصيله تحفة، والكنوزة بتاعته. بص كده ومقاسه كبير. بص كده المقاس، بص المقاس قد ايه ده؟ عامل كام ده؟ ده عامل 800 جنيه. 800 جنيه بس بصراحة تحفة، يستاهل. مش هتورينا ايه كمان؟ هو ده فيه منه ألوان الأول؟ لا هو اللون ده بس، اللون ده بس المتاح.
هي الحاجات اللي هي زي دايب برضه مع ست. ايه الجمال ده؟ لا ده انا بعيد بقى. ده كده 18 بصوا كده. ده لغايه 18 سنه. ده يعتبر حريمي. مقاس حريمي. يعتبر حريمي. اه مقاس حريمي. بصوا كده. برضه معاه الصوفيه والاكسسوارز بتاعته. اه تحفه بصراحه. ده عامل كام ده؟ عامل 460. 460 ده ليه الوان؟ يونو اللون ده كده واللون المستر ده بتاعه. والمستر يبقى الكشمير والمستر. بس برضه الاكسسوار بتاعه تحفه بصراحه. طب هتورينا ايه تاني برضه؟ احنا كده شكلنا مش هنجيب الاطفال خالص، كله المحايه. في برضه احنا كده فساتين دي، فساتين دي بتبقى اللي هي خامه الكشمير او القطيفه. اه اللي هي الجوخ. اه صح؟ الظهر بتاعها بيبقى جلد. اه ايه الجمال ده؟ يبقى في منه اللون ده كده، في منه الشكل ده. هو ممكن يتلبس على الوشين. ممكن. صح كده؟ لان ده وش جوخ ووش جلد، يعني هو ممكن يتلبس كده على الوشين. في منه الشكل ده كده. والشكل ده كده، برضو الظهر يعتبر برضو جلد. اه جلد. انا متهيألي ان ده ممكن يتلبس على الوشين. برضو سعرهم كويس يعني. 380. كام؟ 380. 380؟ بص الموديل ده جميل جدا وسعره حلو قوي. 380. ولسه طبعا برضو الاسعار ديت هينزل عليها خصومات في الوايت فرايداي ان شاء الله. يعني هتعملوه امتى عشان نيجي نصور معاكم ان شاء الله؟ ان شاء الله يعني الجمعه اللي جايه. الجمعه اللي جايه ان شاء الله. طيب تمام، يبقى احنا كده الاسعار دي عشان تبقوا حافظين برضو انها قبل الجمعه البيضاء. السعر اللي عليها هو اللي نزل عليه، هينزل عليها السعر عشان تخليكم حافظين بقى الايه الاسعار دي. طب في انا شايفه برضو ترنجات كده خامتها جميله جدا. دي ميلتون. دي بتبقى ميلتون. بصوا دي بقى ست من بدأ معاكي من عمر سنتين لغايه 5 سنين. لا في حاجات تانيه بتبقى بدأ تفاصيل الكم من عمر يعني الترنجات عندي لغايه 18 سنه. سواء ولادي او بناتي كده. وبعدين نقول لكم ايه الاسعار. ده كده قلنا مقاس من عمر ايه؟ سنتين لغايه 5 سنين. الجنب ده كده كله الجنب ده. بس انت عندك مقاس اكبر. انا عندي لغايه 18 سنه. لغايه 18 سنه. طب ايه اسعاره بقى؟ هو الخامه الميلتون بتاعه تحفه بصراحه. يعني الاسعار عندي بادئه من عمر السنتين دوت، هيبقى في حدود 320 انا قلت برضو. لغايه بقى معاكي المقاسات الكبيره لغايه 500 جنيه. لان الميلتون بتاعه بصوا بتبقى ميلتون مبطنه قطيفه، مش ميلتون بقى وبر عاديه، لا مبطن قطيفه. حاسه ميلتون على قطيفه كده خفيفه. بصوا ده الحاجات دي تركي؟ لا هو ما فيش تركي، بس هو كل الاغلبيه سوري. يعني بتبقى الخامات سوري. تركي بس تصنيع تمام. سوري. تمام. بس هي بصراحه تقفلها جميل. هتورينا ايه تاني؟ ده كده بصوا احنا جبنا لكم كده البناتي، نجيب لكم بقى الاولادي كده. حاجات الاولادي برضو تحفه. دي كده اللي هي الخامات الكشميرات دي. ايه الجمال ده؟ ده كده دي ده تيشيرت ولا ده بيبقى نفس فكره التيشيرتات كده اهوت، بس ده شغل بقى تركي. ده كده شغل تركي ده فعلا. هنا كده تركي. برضو الاسعار بتاعته كويسه، يعني مش عاليه، يعني 290 320. بصوا طيب ده مقاسه لغايه كام؟ ده معاكي لغايه 12. لغايه 12 سم بنفس السعر. نفس السعر برضو. هو احلى حاجه هنا ان انت المقاس مش بيطلع، بتطلع معاه بالسعر. لا هو السعر ثابت معاك. سعر ثابت. دي حاجه كويسه برضو في المحل. طيب هنا برضو ده كده. بصوا ده صوف على قطيفه ولا ايه ده بقى؟ عشان حاسه خامته تحفه. هي ما اسمها كشمير. الخامه اسمها كشمير. جايه على قطيفه شويه. بصوا فكرة القطيفة شوية. هي تحسوها صوف على قطيفة، على من هي متبطنة من جوه. معلش ورينا بطانتها بس من جوه. بس البطانة بتاعتها التقفيل بتاعها برضه بيبقى فيها ايه وبرة كده خفيفة جوه.
ده عامل كام بقى؟ ده 300 جنيه. ده 300. برضو مقاساته لغاية كام؟ برضو نفس الكلام لغاية 12 سنة. لغاية 12 سنة. ده برضو نفس الفكرة؟ نفس الفكرة، نفس الخيمة، نفس كل حاجة. بس الألوان بتاعته كده ورا اهي. الكشمير بتاعه كمان تحفة. واللون المنت ده برضو تحفة. ده برضو يبقى سويتشيرتات ميلتون بقى. كل دي كده ميلتونات. بس حاجه جميله جدا، قيمه جدا بصراحه. البرنتات اللي عليها ديت ما بتطلعش يعني، ما مش هتيجي تقولي لي الالوان بهرت على بعض. لا الماتيريال بتاعها عادي. دي عامله كام برضو؟ السويتشيرت بدأ معاكي من 200 جنيه. من 200 جنيه؟ 200 جنيه. طب ده عامل كام؟ 200. ده عامل 200. 200. اعلى حاجه فيهم؟ اعلى حاجة 320 اللي هو المقاسات الكبيرة، اللي هو زي ده كده، زي كده، حاجة زي دي كده. دي كده اعلى حاجة 320 جنيه. بس جميل بس كل حاجة. الكابتشو بتاعه بس ده معاكي لغاية 18 سنة، عشان كده هو ده كده اغلى حاجة. ده يعتبر مقاس شبابي. مقاس شبابي مش يعني. مش اطفال بالظبط. ده اللي قلت لنا عامل 320. لكن الباقي بقى 275. بصوا الوانه اهي، دي كده الوانه. في عندنا سويت بانسات، برضو سويت بانسات عندنا خامتها كويسه جدا. يعني عامله، لا هو بصراحه انا 220 في المحل الحاجه كلها الخامه بتاعتها نضيفه بصراحه. البطانه قطيفه. ب 220 جنيه. ده مقاس برضو شبابي كبير. معاكي لغايه 16. طب واللي هو اللي متبطن فرو ده، الجميل ده، بس الشغل نجيب بقى مستورد. ده كده عامل برضو 320 جنيه. 320 جنيه لغاية برضو 18؟ لغاية 18 برضو. 320 لغاية سن 18 حاجة كويسة أوي بصراحة، سعره كويس قوي. في عندك برضو بنطلونات جينز كده، بنطلون جينز برضو، دي مقاسات كبيره. دي تركي برضو؟ لا سوري بقى. دي سوري. البناطيل سوري. بس خامات الجينز كلها بتبقى تركي، بس هي التصنيع تصنيع سوري. تمام. ده عامل كام البنطلون؟ 260 جنيه. 260. مقاساته لغايه كام؟ برضو معاكي لغايه 20 سنه. لغايه 20 سنه. لا مقاس البنطلون نفسه، مقاس البنطلون لغايه اللي هو 39. 39. اللون ده بس ولا في الوان بقى؟ في درجات الجينز كلها عندي في المقاسات دي. في جينزات كده، سواء الغامق او الفاتح او الوسط والاسود والرصاصي كده. يبقى جبنا برضو نفس برضو الاسعار، نفس الاسعار. 260 جنيه. تمام كده. الاولادي كده حاجات ما شاء الله كتير جدا. في دي قمصان، في قمصان جميل كده. بص الجميل. الخامة، اللون، الموديل بصراحة تحفة. بصوا السيدة ده كده، دي عاملة كام بقى القمصان دي؟ بدأ معاكي من 175 جنيه. كام؟ 175. 175. هي أحلى حاجة كمان في القمصان دي إن هي ماشية صيفي وشتوي. بالظبط كده. يعني دي برضو في الشتاء على جاكيت أو سويت شيرت برضو كده عليها. بروفل. جميلة. دي برضو بنطلونات كده. بنطلون بدأ معاكي من عمر سنة لغاية عندك من عمر سنة؟ عندي من عمر 6 شهور كمان. 6 شهور. طب كويس. أنا ناسي أنت عندك ركن كمان للبيبي. ده عايز فيديو لوحده ده. طب البناطيل بقى أسعارها؟ البناطيل أسعارها بدأ معاكي من 175. 175 لغاية أعلى حاجة اللي قلت لك اللي هي 260. ال 260. المقاس ال 6 شهور عامل 175؟ هتلاقيه 130، 135، 150. تمام. لغاية 175.
ده دي سويت شيرت ولا بنطلونه ولا لا سويت شيرتات؟ كل السويت شيرتات دي برضو معروضة هنا. ده شكلها مقاس كبير صح؟ مقاسات كبيرة. عاملة كام بقى؟ نفس الأسعار برضو بدأ من 280 لغاية 320. دي ميلتون برضو متبطنة؟ ميلتون مبطنة. تمام. بص كده المحل ما شاء الله كل حاجة موجودة فيه. انا بس هنقسمها فيديوهات، عملت لكم عشان ما طولش عليكم في الفيديو قوي. احنا عملنا كده لبناتي والاولادي، هعمل لكم فيديو برضو على حاجات المواليد، عنده حاجات المواليد تحفة. بصوا كده عشان برضو اللي بيشوف الفيديو ده وحابب حاجة المواليد يتفرج على الفيديو الجاي بحاجاتها كلها.